معسكر جباليا على أساس ألاقي اللجوء والإيواء هنا في معسكر النصيرات، لكن خابت أمالي بزعم العرب. شفنا كل حاجة الحمد لله. صارت المرة تنذل وتنهان عشان لقمة الخبز، أولادنا ميتين من الجوع، بنقسم عليهم الرغيف اللي في أربع قطع. مية مالحة بنشرب، إلا من يوم الحرب إحنا مية مالحة بنشرب. إيه بتعود على مية عالية يا رب.